انت مدرب كبير، دربت في حتت كتير في ايطاليا وفي روسيا وفي الصين وفي المغرب وفي غيرهم، جاي على فريق بيشكل لاول مره، خفت من التجربه ولا لا؟ وازاي اخترت؟ انت جاي على يعني دنيا مش ما تعرفش اللعيبه فيها ايه، القصه شكلها ازاي، ازاي قدرت تكون فريق؟ grâce à l'aide de ceux بفضل qui m'entourent مساعدة من encore une يعملون fois معي. نعم. أولا je vais redonner son nom mais l'aide de Captain Shadi ولكن est très مساعدة كابتن شادي هي أمر لا يقدر بالثمن، وأيضا باقي أعضاء الجهاز الفني إنه جهاز يقدم المساعدة والدعم طوال الوقت، ومساعدتي الجزائرية والكابتن تامر يقومان بالكثير من الجهد إنهم وخاصة المساعدين المصريين الذين يعرفون جيدا اللاعبات المصريات الذين لم أكن أعرفهن من قبل. أنا لم أعمل في مصر من قبل، في مصر لم أكن أعرف سوى لعبة مصرية واحدة هي دربتها في فريق نابولي الإيطالي، وهي مصرية كانت تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. رامين كالي لجويت كالي لجوي باردون من هي سامي ادم سادي سامي ادم اوكي فوالا كو جي انتريني ا نابل سامي ادم. لقد طلبت منها النصح قبل ان اتي الى هنا الى مصر، وتناقشت معها عن مستقبلي في مصر قبل ان احضر. طمنتك وانت جاي النادي الاهلي؟ لم أكن بحاجة إلى أن الإطمئنان، وكنت أعرف أنني سوف آتي إلى فريق كبير، إلى نادي كبير. Voilà, je connaissais la grandeur du club et j'avais pas besoin d'être rassuré. جيدا الأرضية التي سوف أحضر إليها، ولكن كنت أستشير في بعض الأمور التي تخص عائلتي فيما يخص المعيشة في مصر. سمعت إن جبت عائلتك معاك وأسرتك معاك وأولادك كمان دخلتهم مدارس مصرية، ليه يعني ما كنتش خايف شوية؟ ولا أنت الأول جيت وتأقلمت لقيت الأجواء جميلة وكان قرارك سريع إن الأسرة كلها تيجي؟ Je voyage toujours avec ma famille. أنني أرتحل دائما مع أسرتي في الصين، في إيطاليا، في المغرب، في إيطاليا دائما مع أسرتي. Je vis avec des voyageurs. Mes enfants sont des voyageurs. نحن رحالة وأطفالي رحالة. أطفالي يتحدثون الإيطالية والإنجليزية. والآن بدأوا في تعلم العربية في القراءة والكتابة العربية. شوية شوية. gentiment. pas assez. pas assez. ليس بشكل الكافي، ولكن علي أن أتابع دروسا كثيرة لكي أتعلم العربية.